السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم كراتان ديال البطاطا بالكفته. غنمشيو دابا للمقادير. غنحتاج هنا كيلو ديال البطاطا مسلوقه ومطحونه. انا هنا البطاطا سلقتها مجلوفه، وعفوا معستها ماشي طحنتها. غنحتاج 3 الحبات ديال مطيشه محكوكين، 4 ديال الكفته، 3 الفصوص ديال الثوم، قزبر ومعدنوس، ورقة سيدنا موسى. غنحتاج سكنجبير، ملح، تحميرة، خرقوم، الابزار. غنحتاج بالنسبة للبيشاميل غنحتاج حليب، معلقة زبدة، ومعلقة فرز. غنمشيو دابا طريقة التحضير. هنا غندير 3 الحبات ديالنا ديال المطيشة، ندير حساب معلقة ونص زيت، بصل نصف معلقة، ملعقة خرقوم، ملعقة تحميرة، رأس ملعقة سكنجبير، والملح. الملح على حسب كل واحد والذوق ديالو. ندير هنا ورقة سيدنا موسى، نصب 2 فصوص ديال الثوم، معلقة ربع، وغنرد لاصوص ديالنا تشحر شوية تتشرب، عاد نحيدها. رودي معاه. دابا غنجيب هنا الكفته، غندير فص ديال الشوربه، معلقه ديال البيض، شويه الابزار، والملح، وغنردها. طيب غنجيب دابا هنا البطاطا ديالي، غندير فيها حساب معلقة ديال الفرماج حمر، كذلك حساب معلقة كزبرة ومعدنوس. انا هنا نزيد الكفتة ما درتش فيها الزيت، عاد ضفت عليها، وغندير الملح. غندير حساب 2 معالق هكذاك حليب، ونخلط. كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما طابت الصوص ديالنا غنجيب الطاوله اللي غندخلها بالفرن. نخوي تقريبا نصف ديال الصوص ديالنا، نجيب كفتة هي من بعد ما وجدت، نجيب الحبات ديالنا ديال البطاطا، نجيب قياس ديال الكفته، نجيب
بهذا الشكل، نحط الصوص ديالنا. انا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع الخليط ديال البطاطا والكفته اللي عندي، ومن بعد غنمشي نصايب صوص بيشاميل كما كتشاهدوا معايا هنايا. من بعد ما كملت البطاطا ديالي غنجيب هنا بيشاميل، عفوا الصوص ديالي، وغنوضعها فوق حبات البطاطا، ومن بعد نمشي نحضر البيشاميل. من بعد ما كيف ما كتشاهدوا معايا دابا الزبده، غندير معلقه كبيره ديال الفورص، دابا غندير حساب كاس ونص ديال الحليب، ونبقى نحرك مزيان. شاهدوا معايا هنا، من بعد ما وجدت البيشاميل ديالنا ضفت ليها شويه البزار، ونضيف شويه الملح، وبالنسبه للكوزه على حسب الذوق ديال كل واحد، اللي بغى يضيف لها الكوزه يضيف لها الكوزه. دابا غنجيبها ونوضعها فوق الصينية ديال البطاطا، كيف ما كتشاهدوا معايا. من بعد ما خويت صوص بيشاميل هنا، غنجيب موتزاريلا، ندخلها الفرن. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي، الكراتان ديالنا هو هذا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. الى اللقاء، الى فرصة ثانية ان شاء الله.